منصات السوشيال ميديا كلها اتقلبت خلال الساعات اللي فاتت بسبب تصريحات حسن شاكوش المثيرة اللي قالها في بودكاست بالمايك والقلم، خصوصا كلامه عن طليقته ريم طارق وندمه انه اتجوزها، وكمان كلامه عن ان الناس بتحترم الاغنياء واصحاب الفلوس بس. حسن شاكوش اثناء الحلقة اتكلم عن حاجات خلت اسمه يبقى ترند على كل مواقع التواصل الاجتماعي، قال انه مقتنع ان الناس مش بتحترم حد غير اللي معاه فلوس، وان الفلوس هي اللي بتجيب الاحترام. شاكوش قال نصا: اختار اكون غني، لان طول ما معاك فلوس الناس هتقعد تقولك يا باشا، فهم مش فارق معاهم انت مين، فارق معاهم بس اللي في جيبك وانك غني، لكن لو كنت مشهور وما عندكش فلوس محدش هيعبرك. كمان شاكوش اتكلم عن طليقته ريم طارق وقال انه ندم على الجوازة دي بعد كل المناوشات اللي حصلت بينهم ووصلت للمحاكم، واكد كمان انه مفيش رجوع بينهم رغم الإشاعات اللي بتقول إنهم رجعوا لبعض، وقال بوضوح مفيش رجوع، الموضوع ده انتهى خلاص. من ناحية تانية، حسن شاكوش دخل في أزمة جديدة مع نقيب المهن الموسيقية التونسي بسبب تصريحات اعتبروها إهانة لتونس، وده بعد ما شاكوش ظهر في فيديو وهو بيقول إن استقباله في مطار تونس كان سيء جداً، وقال كمان: لما وصلت مطار تونس مفيش حد بيضحك في وشك وتعاملت معاملة وحشة يحسسك إنك جاي تسرق حتة من البلد وتمشي. لكن الرد جه سريع من نقيب الموسيقيين التونسي اللي أصدر بيان رسمي طالب فيه شاكوش إنه يعتذر عن الكلام اللي قاله، وكمان قدم شكوى لنقيب الموسيقيين المصري مصطفى كامل. والسؤال هنا: مع أم ضد تصريحات حسن شاكوش؟ شاركونا بالرأي في التعليقات.